توقفنا في الجزء السابق عند كتابة الحواشي السفلية. طيب نضيف كمان مجموعة حواشي تاني، يبقى ادي واحد وادي اثنين، نضيف مثلا رقم ثلاثة هنا مثلا كده، نفتح قوس كده ونقول له ضيف هنا حاشية ثالثة سيرت برضه هكذا، ادي رقم ثلاثة، حتى مثلا محمد علي مثلا تاريخ بتصبر وهتشوف حديث مثلا 2020 صفحة مثلا 50 أو صفحة إيش؟ أي صفحة يعني. ماشي يا دكتور؟ تمام. طبعا هو البرنامج شغال معايا، ما عندوش أي مشكلة، هو البرنامج ملوش علاقة، هو ممكن تلاقي نص الصفحة كده حاشية سفلية، كل ما بتعمل فوق بيعمل تحت، تعمل فوق بيعمل تحت. أنا فاهم يا دكتور. بعد ما بننقل الصفحة اللي بعديه وبلاقي نزود مثلا في الصفحة دي في حاجة كانت ناقصة وضفناها مثلا. طب خليك معي ثواني بس عشان في حد في الماي. الحاشية بتتغير بتروح الصفحة الثانية. معلش خليك معي ثواني بس عشان في حد فتح الماي. طيب ننقل على الصفحة الحاشية الثانية برضه، ننقل على الحاشية الثانية سريعا كده. هذا أول حاجة مثلا هنا نقول له هنا إيه؟ اعمل لي واحد اللي هو احنا برضه كده فوت نوتس ننزل تحت مثلا نكتب ايه مثلا. ممكن يا دكتور بعد اذنك تعيدها الجزئيه؟ انهي جزئيه؟ الجزئيه بتاعت الهوامش دي والرقم اللي بيبقى ده في النص اللي بعمله تبع الهامش، يعني اللي ان انا اكتب المرجع من تحت ويبقى توثيقه من رقم واحد مثلا من فوق او اثنين او كده يعني. حاضر. طب نبص مع بعض سريعا كده في رساله زي الرسائل اللي قدام دي، شايفين الرساله دي يا حضرات؟ شايفينها؟ شايفين التنسيق بتاعها زي كده؟ شايفين ده؟ تمام يا دكتور. حاضر. انا اقصد ده اللي انا اقصده واتكلم عليه دلوقتي، ان هو في ناس بتعمل حواشي سفليه. الكليات العمليه عموما احنا بنعمل المراجع في الاخر، كلها في الاخر. احنا بنقول مثلا هنا فلان جاء او رقم، نديله رقم، وفي الاخر خالص بنقول هو مين ده. لكن في الكليات الادبيه غالبا يعني لا، هم بيعملوا حواشي سفليه من تحت، بيكتبوه هنا ويكتبوه في الاخر. ده طبعا نظامهم، ده اسمه الحواشي السفليه. بعض الناس الحواشي السفليه دي تديها زي ما قال الدكتور من شويه كده رقم رقم ويكتب هو مين تحت. بعض الناس لا، بيبقى رقم وبيبقى اقصد اسم الباحث او اسم المؤلف يعني، ويبقى التاريخ بتاع التاليف بتاع المحتوى اللي انا استخدمته، وبعض الناس بتزود معاها رقم الصفحه اللي انا استخدمتها. يعني انا اخذت الكلام ده من انهي صفحه بالظبط؟ طيب الكلام ده بعمله ازاي انا؟ ادي الملف، ناخد صفحه جديده، ادي الصفحه عندي قدامي، بقول والله الكلام ده جاله فلان الفلاني، او بقول فلان الفلاني جاد كذا كذا، اي بالطريقه اللي تريحك يعني. وافتح القوس او لو بدون قوس برضه، كل واحد على حسب ما بيستخدم في التخصص بتاعه، واقول له ضيف لي الكلام ده الحواشي بتاعتي، واقول له انسيرت فوت نوتس. قال لي تحت مين ده؟ انت رقم خمسه ده عندك، هو عباره عن مين؟ حط رقم خمسه هنا. ليه رقم خمسه؟ ليه اداله خمسه دكاتره؟ عشان في اربعه قبله هناك في الصفحات السابقه. طب واحد يقول لي لا انا مش عايز رقم خمسه، انا عايز ابدا من واحد هنا. ينفع؟ ينفع. هنشوف دلوقتي. هقول مثلا رقم خمسه ده كان اسمه مثلا سعد زغلول، سعد زغلول كتاب مثلا ثورة 19/19 صفحة صاد مثلا 200. طيب نيجي هنا مثلا كلمة التوالي دي نحط برضه فيها ايه بعديها واحد تاني، نقول له برضه ايه حاشية سفلية هنا. إذا رقم ستة، مين رقم ستة ده مثلا؟ مثلا محمد نجيب ثورة 1952 صفحة 300 وهكذا. كل ما بضيف الحاشية السفلية دي بزيد معايا فوق، يعني ممكن الخط ده يبقى ايه في نص الكلام هنا، فده معناه ان هو مش هيرحل اللي بعده. طب انا هنا عايز اقول له لا تبدا من جد، يعني ابدا هنا. دي اشمعنى هنا خد خمسه وسته؟ هو الصفحه اللي جنبيها
في أربعة، طبعا احنا أربعة ما خدناش فيها أي حاجة، اللي جنبيها في واحد واثنين وثلاثة. أنا عايز أقول لا، كل صفحة ابدأ لها من واحد أو ابدأ مستمر، أو ما تعملش حاشية هنا أصلا، اعملها كلها ورا. قال سهلة وبسيطة، كل أنت عايزه ده هتروح في السهم الصغير اللي هنا ده، السهم الصغير ده هتدوس عليه كده هيفتح لك قائمة زي كده، بيقول لك أنت عايز تعمل إيه؟ بيقول لك الفوت نوتس أنت عايزها بوتوم أوف بيج في نهاية الصفحة من تحت زي ما هو احنا عاملين حاليا، طبعا ده الطبيعي والمشهور، ولا عايزها بدون تكست؟ يعني ايه تحت النص على طول؟ يعني انا كتبت مثلا هنا ثلاثة دي فلان، يبقى ايه يكتب تحتها على طول؟ طبعا ده شيء مش منطقي، يعني ان انا اكتب في نص النص المرجع اللي انا استخدمته، ماشي حضرات؟ فاحنا غالبا هتلاقوها ايه بدون بيج. طيب بيقول لي بعد كده الفوت نوت لي اوت، طريقه العرض بتاعتها ماتش سيلكت لي اوت ولا نظام اعمده عمود؟ يعني انت عايز كم عمود؟ عمود عمودين، يعني تبقى دي عباره عن عمود وجنبها عمود ثاني وجنبها عمود ثالث، فهم مقسمين الى اعمده راسيه، مش عباره عن صف واحد، مش عمود واحد يعني. طيب الاعداد الترقيم ده او اللي احنا اخترناه مع الدكتور من شويه اللي هو 1 2 3 4، انا مش عايز 1 2 3 4، انا عايز ا ب ي د او ا ب ت زي كده، اوكي افضل كده وديني زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا كده مثلا ادي الف، هنا بوجي الف اهو، الف هنا بوجي ب، هنا بوجي ت، وحتى تحت هنا قال لي الف وب وت. طب انا مش نافع معايا الكلام ده، ارجع تاني اقول له بص كده لا خليها اي بي سي مثلا، يعني كل واحد هو حر يعمل اللي يريحه، احنا هنخليه زي ما كان 1 2 3 4 كاستم مارك، علامات معينه لو انت عايز تعمل علامه معينه في دماغك. طيب الترقيم هيبدا من كام؟ انا بقول لكم تبدا في اول صفحه في اول واحد هتعملوه، ما تبداوش من واحد، ما تخلوش الف، خليه ي، خليه 15، خليه 20، ربما يبقى في جزء ثاني كان قبل كده عملته فده متمم او مكمل ليه، فانا عايزك تكمل على العده. فانا ممكن اقول له ابدا من صفحه كام؟ طب النمبرنج كونتينوس مستمر ولا اقول له لا في كل صفحه ابدا من واحد؟ ازاي بقى؟ هنشوف مع بعض. لو احنا ملاحظين كده ادي 1 2 هنا، 1 2 3 هنا، طبعا ما فيش غير واحد بس اللي هو ايه؟ اللي هو ده بس. الصفحه اللي بعديها هتلاقوا هنا في ايه؟ في 1 2، يبقى دي في كل صفحه يبدا من واحد، او ممكن اقول له كونتينوس مستمر، هو ايه بقى؟ هياخدهم كلهم ورا بعض، هيبني على ايه؟ على السابق زي كده. الله، ادي هنا 4، هنا 1 2 3 4 في الصفحة دي، 5 6 وهكذا. طبعا حضرتك هي حسب ايه؟ حسب ما حضرتك عايز. في حد ليه اي تعقيب او تعديل في الجزئية دي؟ لا تمام يا دكتور. ماشي يا دكتور. طبعا احسن برضه انا يعني عملت حركة، ربما حد يسألني الكلام هنا ناحية الشمال وخط ده ناحية اليمين، طبعا انت ايه؟ بتتحكم في ده من خلال الاتجاه النص من فوق يعني. طيب هذا عارفين ماشي، نشوف بقى نفتح يا دكتور برفو. معلش اتفضل. هي الجزئيه دي اغلبيتها عملي يعني، فالاسئله بتيجي عليها ايه وخصوصا الامتحان؟ لا هو بيقول لي يمكن اضافه حاشيه او فصل حاشيه سفليه واحد فقط لكل المراجع في صفحه. غلط طبعا، غلط. انا ممكن اضيف اكثر من حاشيه سفليه زي ما احنا شفنا، واحد واثنين وثلاثه واربعه. افترض انا مستخدم في الصفحه دي خمس مراجع، هو يريد ان احط واحد بس منهم؟ لا طبعا، اقدر اعمل اللي انا عايزه. بيقول لي بيكون تنازلي ده طبعا بيكون طبعا تصاعدي، يعني ايه تصاعدي؟ يعني لو فتحنا كده ثاني مع بعض الملف كان فين؟ كان انهي ملف؟ كان ده تقريبا، كان ده، كان ده. بص كده حضراتكم صغرنا شويه كده، طلعنا فوق 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 هنا مثلا 5 6، ينفع ابو 6 5؟ ما ينفعش، هو بياخد ترتيب تصاعدي مش تنازلي. فهو برضه في سؤال هتجوه، انا بعت لحضراتكم الاسئله على فكره، بعتهم امبارح في ملف بي دي اف ومراجعوه. مفيش حاجه اتبعتت يا دكتور. لا ده انا بس يعني عشان بس في ملفين مش راضيين يتفتحوا، وفي ملف عشان الخصوصيه انا اللي تواصل معايا من حضراتكم معززه، انا هفتح الواتساب بتاعي قدامكم، يعني اللي بعت لي هتشوفوا انا بعته ايه بالظبط يعني. افتح بس ال، هما في ثلاث ملفات اتبعت وفي اثنين مش راضيين يتفتحوا اصلا. لا ده انا بعت كتير، وفي واحد اللي هي فيديوهات على اليوتيوب. لا بص حضرتك
ايه انا فتح بعد مين بدأ الزميلة دي دول ده رابط اليوتيوب تمام في روابط بتاعت الامتحانات هتفتح كده مثلا زي كده مع بعض انا مش عايز اسلك الاحداث بس ودي الفيديوهات فيديو طبعا احنا مش وقتنا نشغل الفيديوهات دلوقتي فيعني ايه هنشوف دول كذا فيديو ده امتحان الاكسس طبعا هو هيحمل عندنا اصلا كده عندي على الجهاز دول اللي انا اقصدهم دول انا بعنيهم مقصودهم حاليا ان هو ملف هتلاقي فيه هتلاقي حتى الورد من فوق وهو ده ظاهر من فوق كل عليك تفتح تدوس عليه كده هيفتح عندكم طبعا ايه والفيديوهات الفيديوهات الى اخره الى اخره الى اخره ماشي حضرات دخلنا كله بعد يعني. ان شاء الله يعني بعد قليل كده هبعت لكم الفيديوهات بتاعت امبارح ان شاء الله انا كنت عايز اقول ايه ماشي هنروح دلوقتي يا حضرات نشتغل على ادراج الجداول طبعا نمسح خلاص ده كله كنترول اي دي مش عايز لو انا حبيت ادرج الجدول طبعا في اكتر من طريقه لادراج جدول فالجداول دي عايز لها برضه 3 4 ايام لوحديها لان موضوعها كبير فانا برضه سريعا كده نحاول ناخد فكره عامه ايه ممكن اعمل في جداول واعمله ازاي والامكانيات اللي اتضافت في النسخ الحديثه من الوورد خلت الجداول ليها ايه ديناميكيه شويه يعني من قائمه انسيرت تيبل واقول له تيبل بيقول لي انت عايز تدرج جدول ادراج تختار عدد صفوف الاعمده طبعا انا اقدر ان اختار جدول او اعمل جدول فيه 10 اعمده وثمان صفوف بحد اقصى او اللي انت عايزه حدد الصفوف الاعمده هو هيحددها بشكل مباشر لو انت عايز حاجه فيها اكتر من كده صفوف واعمده هتقول له انسيرت تيبل كده هيقول لك انت عايز كام صف انت مثلا عايز مثلا 10 اعمده او 15 عمود وعايز مثلا 15 صف تقول له اوكي يبقى كده عندي ايه عندي 15 صف 15 عمود وهكذا طيب احنا نرجع تاني بقى عشان ايه مش عايزين ده كله هنختار حاجه صغيره كده او ممكن ترسم رسم برضه ممكن كده هنا بالرسم وتخطط بقى كده وتقسم براحتك زي ما انت عايز يعني طبعا الكلام ده ايه هياخد وقت فاحنا ايه هنا بالشكل التقليدي اللي هو ادي الجدول صغير كده الاول هذا الجدول طالما انا اشتغلت على الجداول اول موقف في الجدول الاحضارات بص معايا حصل فوق كده اول موقف في الجدول تظهر لي حاجه اسمها ايه ديزاين تيبل او تيبل ديزاين واللي اوت لازم نبقى عارفين كويس خالص ان الحاجات دي بتظهر في الريبون في شريط الاوامر وليست في شريط العنوان عشان ممكن يقول لي عند الضغط على صوره او عند الضغط على الجدول تظهر تبويب يسمى مثلا تيبل تولز بجوار اسم الملف غلط اسم الملف فوق هنا بجوار مين؟ بجوار القوائم وليست في العنوان مش في شريط العنوان في شريط القوائم المهم اول موقف عليه تظهر له بقى ايه؟ ايقونتين او تبويبين خاصين بالجدار طبعا الكلام فيهم يا حضرات ده كلام كتير خالص 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 يعني مش هيكفيهم ساعه ولا اثنين ولا 10 الكلام ده طويل فانا سريعا كده هدي فكره عامه برضه ولو حد من حضراتكم حابب حاجه خاصه او يعني حابب الاستفاضه يعني ممكن ايه نظبط مع بعض بعد كده ازاي اختار خليه او صف او عمود في الجدول انت واقف في لاي اوت انت واقف في الخليه ده تقول له من قائمه تيبل في حاجه اسمها سيلكت هنا قول له سيلكت سيلكت ظللها لك طب انت عايز تختار خليه ثانيه كنترول كده ودبل كليك في الخليه الثانيه كنترول وثلاثه كليك في الخليه اللي بعديها انت ماشي كده طيب عايز تختار صف سهله اوقف في الصف وشد صفين ادي صفين تحت بعض عايز تختار عمود اوقف في العمود من فوق كده فوق العمود كده وايه اختاره لك عمودين جنب بعض اوقف في العمود وشد اللي بعده سواء يسار او يمين عايز تختار عمودين مش جنب بعض ادي العمود وكنترول والعمود اللي بعده تمام يا حضرات طب عايز تختار الجدول كله هتوقف على ايه؟ توقف على علامه الزائد دي هيختار لك الجدول كله. او انت واقف في اي خليه ومن سلكت تقول له سلكت تيبل هيختار لك الجدول كله. او انت واقف في اي خليه اقول له سلكت كولم هيختار لك العمود اللي في الخليه دي. او انت واقف في اي خليه اقول له سلكت روز هيختار لك الصف اللي في الخليه دي. ماشي حضرات ده بالنسبه للاختيار. بالنسبه للاضافه والحذف اوقف كده هنا مثلا الاسم الاسم مثلا هنا مثلا ايه مثلا
الجنسية مثلا، الجنسية هنا مثلا تاريخ من التاريخ الميلاد مثلا. عايز اقول له انا اضيف لي اعمده وصفوف، كل عليا بوقف مثلا هنا كده واقول له اعمده شمال او اعمده لليمين. اذا مثلا هنا اقول له تحت اليمين، عمود على يمين، كمان على يمين، لا هنا الجنسيه دي عمود على شمالها كده. او اقول له انا عايز اضيف صف تحتيها، اقف كده هنا واقول له صف الاسفل كمان اسفل، او اقول له لا انا عايز صف فوقيها بالشكل ده كده، او صف تحتيها اللي انت عايزه يعني. ماشي حضرات، ده الاضافه. الحاسب بقى هكذا اختار الصف او العمود اللي عايز احذفه، ويكون مثلا صف ثلاث صفوف او اربع صفوف دول كده، واقول له ديليت ديليت روز ثلاث صفوف، العمودين دول كده اختارهم كده مثلا او ثلاثه دول، واقول له ديليت كولم اذا نزلت لي عمود، وهكذا طبعا. ايه حسب حضرتك، ايه حسب حضرتك عايز، او اقول له شيل الجدول كله. طبعا ايه هيغير الجدول كله. اللي بعده لو انا حبيت بقى اتحكم في الجدول نفسه، عندي حاجه اسمها سبليت سيل. يعني ايه سبليت سيل؟ انا عايز ادمج خليتين مع بعض. هقول له مثلا هنا مثلا نسميه ايه مثلا، انا عايز اقول له الخانتين دول اخليهم ايه مع بعض، اظلم اختار الخانتين او الخليتين اقول له ميرج، دمجهم لي مع بعض. طبعا ممكن اقول له بعد الميرج اعمل لي توسيط للكلمه دي بحيث تبقى ايه الكلمه بينهم هما الاثنين. هنا مثلا الجنسيه مصري كذا، او مثلا الاسم مثلا خلينا نقول الاسم الانجليزي كده مثلا، الجنسية نجيبها هنا كده ونقول له مثلا هنا الاسم كده مثلا الأول الثاني، يعني اسم هو واسم الأب مثلا كده، هكتب هنا اسمه مثلا محمود عباس، محمد أحمد، وهكذا. عايز بقى أدمج مجموعة خلايا عادي، أختار الخلايا اللي عايز مع بعض كده وأقول له أدمجهم لي مع بعض، خلي لي جدول كله خلية واحدة كده، خلية واحدة وهكذا. ماشي حضرات. طب عايز اقسم خليه معينه مثلا زي اي خليه من دول كده، عايز اقسمها اقف فيها كده واقول له ايه سبليت سيل، بيقول لي انت عايز تقسمها كام صف وكام عمود، هقول له صفين وعمودين، صفين عمودين كده. ادي ايه، ادي صف وادي الصف الثاني، وادي عمود وادي ايه العمود الثاني، وهكذا. تقدر تقسم الشكل اللي انت عايزه بالطريقه اللي انت عايزها. طب انا عندي جدول وعايز اقسمه جدولين، سهل وبسيط. اوقف في المكان انت عايز تقسم فيه الجدول الاثنين وقول له بص كده من بعد الخليه دي، يعني عندي مثلا واحد اثنين ثلاثه او ثلاثه هنا اربعه خمسه ست، انا عايزك من اربعه وناس تبقى صف يبقى ايه الجدول لوحدهم. اوقف وقول له سبليت تيبل، قسمك ايه الجدول مو جدولين، طبعا قسمهم ايه دخلوا في بعض شويه الجدول، وادي ايه الجدول الثاني. ماشي حضرات. شوف اللي بعديها اللي هو بقى اوتو فيت كونتنت بقى. طبعا هنا عايزين نكتب كلام يعني عشان ما اخدش بس النقط حضراتكم، فانا ممكن ايه سريعا كده اعبى اي كلام، مثلا مايكرو بيولوجي مثلا وراثه، وراثة تثبيت دواني إنتاج حرير مثلا كيمياء حيوية. الملاحظ هنا حضرات انه الكلام المكتوب داخل الجدول ليه حكاكي، الكلام المكتوب داخل الجدول مش كله قد بعض، يعني في كلام كبير في كلام قصير. طب انا عايز اقول الجدول ده ظبط نفسك يعني. المهم من الاول اجي هنا كده اقول له اوتو فيت كونتنت، يعني ظبط لي الجدول ده على حسب المحتوى اللي هو فيه. زي ما حصل كده الثاني هذا الجدول مش مصر، انا اقول له الكمبيوتر بص كده الكمبيوتر وورد، ظبط لي الخانات والحقول والاعمده والصفوف بناء على اتساع او السلسله النصيه اللي عندك طويله قصيره كده، اقول له اوتو فيت كونتنت يعني احتواء تلقائي للمحتويات. فهو كلمه مايكروبيولوجي دي كبيره، خلالها العمود بتاعها
عريض شويه وراسه صغيره وهكذا البجي. طيب ممكن اقول لا اوتو فيت اوتو فيت ويندوز، يعني اوتو فيت ويندوز ده خليه الجدول ده يجيب النافذه من اولها لاخرها، من اول الهامش ده لاخر الهامش ده بالشكل ده كده، من اول الهامش ده لغايه الهامش ده بغض النظر عن المحتوى. او اقول له بقى فيكسد كولوم وايز ده على حسب مين، حسب المحتويات اللي عندك محتويات كتير هيظبط معاك يبقى اللي هو اتساع الاعمده. ماشي حضرات؟ بنفس الكيفيه لو انا عندي ايه بقى، لو انا عندي صفوف، لو عندي صفوف نفس الفكره، انا ناخد الكلمه دي على سبيل المثال مثلا كده كنترول سي نحطها هنا كده ونكبرها شويه، نكبر طبعا واضح واضح لو صغرنا شويه كده معلش كنترول زد تمام، ان الكلمه هنا كبيره شويه، كلمه مايكرو هنا كبيره شويه، فارتفاع الصف نفسه كبير يعني الصف عميق لتحت. اتفضل. فالصف هنا عميق لتحت. مش ده. اتفضل. مش تابع نفس العصر عندي تدريب بس. المنتظر العمال فعلا بيقفلوها. المنتظر بيقفلوها فعلا. ماشي. مع رمضان ما شاء الله؟ لا. لا لا اطلع. دكتور من فضلك. اتفضل حضرتك. معلش الشبكة عندي مش كويسة، ممكن حضرتك يعني تسجلهم لنا المحاضرة دي؟ اه بسجل حاضر بسجل. كتر خيرك شكرا لحضرتك. الارتفاع بتاع الصفوف مختلف، هتلاقي صف كبير صف صغير، فممكن اقول البرنامج برضه بناء على حجم المحتويات اللي قدامك قسم لي طول الصف وعرضه على المحتويات اللي قدامك، ازاي الكلام ده كله؟ اظلل كده واجي اقول له بص كده الطول بتاع الجدول اللي تحت، طول الجدول اللي تحت قسمه لي بالتساوي كده. فهتلاقي على الرغم ان الكلمه دي صغيره لكن حجم او ارتفاع الصف هو نفس ارتفاع كلمه مايكروبيد الكبيره دي، وده على الرغم ان هو فاضي نفس الارتفاع، او ممكن اقول له ايه بقى لا صغر ده كبر ده، طبعا حسب ما انت ايه حسب ما انت عايز، لكن انت عايز توحد الارتفاع والاتساع تختار من هنا كده تقول له ايه قسم لي المسافه هنا، وهكذا بالنسبه للعرض. قول له قسم لي عرض الجدول على عدد الخانات بالتساوي بالشكل ده كده، هيقسمه لك بالتساوي بغض النظر عن الكلام المكتوب جواها. طبعا ده عكس العده، العده بيعمل ايه؟ اوتو فيت، يعني بينسق النص او الاتساع والارتفاع على حسب المحتوى اللي جوه. اللي بعد كده بقى راح نكبر شويه الجدول. لاحظنا مع بعض شويه كده صغرنا النص ده كده شويه، خلينا مثلا 10. الملاحظ ان الكلام هنا واخد فوق في الحقل او في الخليه فوق على الشمال. ازاي انا اقدر برضو اتحكم في الجدول كله مره واحده بحيث ان هو يظبط لي الكلام في مكان محدد؟ الكلام ده سهل وبسيط من الالاينمنت المحاذاه هنا، اقول له خليه في المنتصف بالظبط او خليه على الشمال في النص على الشمال في النص على اليمين في الكورنر من فوق في من فوق في المنتصف من فوق على الشمال او من تحت على الشمال من تحت في المنتصف من تحت على اليمين او في السنتر بالظبط، او اقدر اقول له مثلا الكلام اللي فوق ده خليه لي ايه مايل. طبعا تقدر تتحكم في الكلام بتاعه. حاجه ثانيه برضو افترض هنا ان الجدول كبير جدا وانا عايز اوفر المساحه لان الجدول عرض صفحه مش شايله، اقدر المسافه ما بين الحرف الاولاني والحرف الاخير وما بين الفواصل دي اصغرها من السيل مارجن زي كده واقول له ايه بقى صغر لي المسافه ما بين الكلام وما بين الحد بتاع الخليه بشكل عدد. فتقدر ايه تقدر الخليه تشيل كلام ايه تشيل كلام اكتر بحيث ان هو ايه يعني الصفحه تشيل معاك كميه بيانات اكتر. اللي بعده بقى اللي هم دول اللي هم تحويل الجدول الى نص ونص الجدول، تقدر برضو تقول له convert to text، يعني الجدول ده انا عايزه عباره عن نص عادي مش جدول بالشكل ده كده. بقول لك انا هفصل لك ما بين الكلام وبعضه بايه؟ بين خلايا، اقول له بتاب بمسافه او اقول له بسيمي كولوم فاصله منقوطه او بعلامه مش عارف ايه او بشرطه فاصله باي حاجه انت عايزها، اقول له اوكي كده ما اصبحش جدول اصبح كلام عادي وممكن احوله لجدول. ممكن كده هنا اختاره تاني كده مثلا اختاره تاني كده كده واجي اقول له ايه
insert table واقول له convert text to table بالشكل ده كده، واقول له طبعا هو هنا على حسب ما هو عمل قبل كده هيعمل هنا، لكن مش دايما بيشتغل صح يعني. واقول له اوكي ادي اعمل جدول، طبعا اللي فوق ما زددهمش ما مددهمش، اعمل جدول في كام خانه، في ثلاث اعمده وفي صف واحد. نرجع تاني، ده فيما يتعلق باللي اوت. التيبل ديزاين بقى هنا بيديك شويه ايه تنسيقات جاهزه، انت الجدول ده ما عندكش وقت تنسق فيه، هو بيديك شويه تنسيقات جاهزه كده ممكن ايه تساعدك في التنسيق بالشكل ده كده. كده مثلا كده، طبعا تختار الالوان تريحك كده، كل واحد بيختار الالوان ايه اللي تريحه وهكذا. مش نافع معاك الحاجات دي خلاص انت اعمل بدماغك اوكي، مثلا ده نافع معاك بس اللون الاصفر ده عايز تغير، شيل اللون الاصفر ده وتعالى فوق في الشادنج ده وقول له خليه مثلا لون ازرق، خلي اللون ده ازرق، خلي الراس دي مثلا لوحديها بلون مثلا اخضر كده، خلي ده مثلا تبدا الدواجن بلون مثلا اصفر. وانا كل واحد هو بايه بيعمل حسب ما هو ايه حسب ما هو عايز. عايز تعمل الحدود، حط حدود بالاسم ده الجدول، اختار الجدول ده مثلا وقلت له هنا تعالى اعمل لي مثلا الاربع حدود، كل الحدود من بره مالها دي، خليها مثلا مزدوجة وخليها مثلا من السميكة جوه، واعمل لي الكل من بره زي كده، فاعمل لي جدول من بره. طب انا عايز جدول من بره ومن جوه، اقول له بص كده مش الاوت لاين بس، مش اوت سايد بس، اعمل اول بوردر الداخل والخارج بالشكل اللي انا اخترته، اختار اللون برضه ممكن لون احمر واقول له اول بوردر كده، خليه لي احمر. مثلا اقول له خليه خطين زي كده والبوردر برضه. الشاهد من القول تقدر تغير براحتك، ومش بس كده، وتمسح اللي انت عايز تمسح وتخلي انت عايز تخليه، يعني الكلام ده ايه؟ الكلام ده زي ما انت ايه زي ما انت عايز. ممكن اختار حد معين كده كده مثلا، اختار ده مثلا كده واقول له خلي اللون مثلا احمر وامشي على اللي فوق خالص ده كده مثلا، اخلي كل حد بلون الحد ده مثلا حد. يعني الشاهد من القول تقدر تعمل ايه اللي حضرتك عايزه. ماشي حضرات، ده فيما يتعلق بالجدول. طيب الجدول ده حضرات اتجاهه مش مظبوط، اتجاه الجدول من الشمال لليمين، وانا عايز الجدول يبقى من الشمال. طب ازاي اعملها؟ سهله وبسيطه، اختار الجدول كليك يمين عليه بقى واقول هنا بقى ايه خصائص الجدول، واقول الجدول ده انا شغاله عربيه فاظبط الجدول خليه من اليمين لليسار، اقول له رايت تو ليفت وبص ايه حصل معايا رايت تو ليفت، شوف الكلام ده ايه حصل له بعد شويه كده، واقول له اوكي قلبه، خلى الكلام ده اللي كان على اليمين بيبقى على الشمال وده على الشمال على اليمين. عشان لما يبقى عندك جدول انت مش مطالب انك تعمله من جد عشان تعدل فيه ده، انت ممكن تغلب وتريح دماغك يعني، فهنا برضه ايه ممكن تغلب الجداول. طبعا كليك يمين فيها اوامر كتير خاصه بالجدول زي كده، هنا مثلا المحتوى داخل الجدول، شمال المحاذاه بتاعت النص فين في الجدول، بيقول لي 10 دقائق وهيفصل. اوكي ماشي ماشي حضرات، دي طبعا الميجرمنت القياس بتاعك بالانش وبالسنتيمتر والنسبه المئويه، الصفوف والرو كام ارتفاع الصف، ارتفاع الفوق الارتفاع ده كده فوق كده فوق. طب الاعمده كام اتساعها، لو انت عايز تظبط حاجه معينه، طب بينه وبين اللي قبله وبين اللي بعده، الخلايا المسافه ما بين الخلايا، النص داخل الخليه التلقائي هيبقى فوق ولا في النص ولا تحت. طيب التكست، التكست لو انت هتحط عناوين او هتحط نص بديل مكان النص ايه يظهر لك، انا ممكن اقول لك مثلا اكتب هنا، تلاقي اول ما تحط خليه اقول لك اكتب هنا حاجه فاضيه وانت تكتب عليها وايه ويكتب لك، يعني تنسيقات كتير على حسب ايه على حسب ما حضرتك تحب. ده فيما يتعلق بالجداول. حد استفسار في موضوع الجداول؟ دكاتره تمام ماشي شكرا يا دكتور. نشوف بقى اللي بعديها الصور، ضفت انا نص كده سريع ونشوف بقى مع بعضين مع بعض ازاي انسق الصور واحط صوره بشكل معين في مكان معين واحركها براحتي. اقول مثلا انسيرت بيكتشر
اختار الصورة مكانها فين، وديكم على الجهاز مثلا. نروح مثلا في الاف نختار اي خلية للدولة سريعا كده مثلا، دي خلية قدامها اهي. طبعا انك ان انا ابص الصوره واصغر فيها الكلام ده واضح، يعني بيبقى في 9 علامات على الاجناب كده اقدر من خلالهم ان انا اصغر واكبر في الصوره براحتي زي كده، او ممكن العرض فقط، او ممكن الطول فقط، او ممكن اعملها كابشن زي كده، ممكن اعملها تسمية توضيحيه يعني. طيب اضفت الصوره هنا انا، او اضفت الصوره ظهر لي اوتوماتيك كده عندي فوق حاجه اسمها البيكتشر فورمات، تنسيق الصوره، وده برضو ظهر معايا في الريبورت في شريط او لوحه الاوامر مش في العنوان. طب ايه اللي ممكن اعمل بقى؟ قال لي ممكن تعمل حاجات كتير، بس عشان نعمل حاجات كتير دي نحاول الاول ايه بقى؟ نجيب صوره يكون فيها خلفيه عشان نتعامل معاها بس. نسيت بيكتشر تاني. نختار صوره زي دي كده مثلا. موافق. هذه صورة فيها خلفية، أنا عايز أقول مثلا إيه؟ أنا عايز أشيل الخلفية اللي ورا دي، عشان مثلا أطبق كل الأوامر اللي قدامنا. أدوس هنا عليها وأقول له ريموف باك جراوند، شيل لي الخلفية بتاعت الصورة دي. شيل هذه، أقول له موافق، شكرا، شلت الخلفية، مش محتاج فوتوشوب ولا بتاع. شيل الخلفية، بس هل دي بتعمل بالشكل ده مع كل الصور؟ لا طبعا. في بعض الصور بتحتاج إيه شغل منك شوية، يعني هو إيه شغل منك شوية ده؟ أحيانا ممكن يسيبك حتة من الصورة. تبقى حته من اللون الاخضر ده، فانت بتيجي هنا كده مثلا وتقول له الحته دي مثلا اللون ده سيبولي، سيب الحته اللي فوق دي انا عايزها كده مثلا. زود لها كده وتقول مثلا سيبها لي كده، او مثلا ريموف مارك اريا تو كيب مثلا كده، سيب لي الحته دي اللي من فوق هيسيبها لك زي كده كده. شايفين عامل ايه؟ ساب الحته اللي ظللتها له. طب انا احيانا اقول له لا مش عايز كده، ادي اعتني كده، انا برضو عايزك تشيل حته من الخلايا دي نفسها. اقول له مارك اريا تو ريموف كده، جيب معاهم بالمره مش عايزها كده، يبقى اقول له صح شل حته. يبقى انا في احيانا حاجات ممكن انا اتدخل فيها لو هو ما عملهاش مظبوط انا ممكن ايه ممكن اعملها. طيب ايه ممكن نعمل تاني بقى؟ نرجع للصوره الاولانيه بتاعتنا، كبرها شويه. السطور ممكن نخلي الصوره ايه كانها متصوره في شمس، او متصوره في مكان ضلمه شويه كده مثلا، كانها متصوره في شمس ايه صبعه جدا، او لونها يعني فاقع جدا، او اقول له خليها لونها غامق كانها متصوره في مكان ضلمه شويه. طبعا تقدر برضه تظبط صورك الشخصيه بالكلام ده كله، يعني تضيف فيها لمسات حلوه. الالوان ممكن اقول له خلي لي الصوره دي يغلب عليها لون معين زي كده مثلا، كانها ابيض واسود كده، لون برتقالي شويه، لون اصفر شويه، هكذا. او ممكن اقول له اعمل لي هنا تاثيرات فنيه زي كده، خليها مثلا زي كده، خليها كده، خليها كده، خليها كده. طبعا الكلام ده حضراتكم ايه هنا كان عليها ميه من بره كده كده كده، كل واحد بقى على حسب ما هو عايز بيعمل بيعمل يعني. او الشفافيه خليها شفاف شفاف، اللون بتاعها اقل شويه يعني، شفافه خالص، شفافه ايه اقل شويه، سطوحها اخطر، قلل الشفافيه، كتب واضحه خالص. الكلام ده طبعا كتير. اللي بعديهم ضغط الصور والكلام ده كله، مش زاد اهميه انك تضغط الصوره يعني تقلل حجمها. هنا بقى لو انت عايز تعمل ست تجهز المكانه، هنا لو انت عايز تضغطها عشان تقلل حجمها في الملف بتاعك. ماشي حضرات؟ شوف اللي بعديها. هنا بقى لو عايز تعمل تاثيرات للصوره، او تعمل استيلاء او انماط الصوره، تعمل بقى حواف للصوره وتلعب فيه زي كده، خليها مثلا مربعه دائريه مستطيله مربعه، تعملها برواز يعني زي كده زي كده مثلا، خليها زي كده. مش نافع معاك ده خلاص اختار حاجه ثانيه، عندك حاجات كتير اللي انت عايز زي كده مثلا. طب مش نافع معاك ده قول له خلاص نديها زي ما كانت، وتقدر انت تعمل ايه حاجه مانوال بقى بايديك، تيجي هنا كده تقول له مثلا خليها كده مثلا، خليها كده، خليها كده. طبعا كل واحد بيختار لناسبه يعني كده، خليها اعملها مثلا حد حد او ظل زي كده
ماشي حضرات؟ مش نافع معاك كده؟ يقول له خلاص اعملها انعكاس كأنها موضوع في مية زي كده. هذه الصورة هم عايزين فيه انعكاس اللي هي تحت زي كأنها قاعدة في المية. مش نافع معاك دي؟ يقول له اعمل حاجة تاني انعكاس صغير. هل الانعكاس ده قريب من الصورة؟ خليه بعيد من الصورة. طيب اعمل له توهج. يعني ايه توهج؟ خليها منورة كده زي كده. التوهج ده ممكن اتحكم فيه انا كده مثلا، واقول له جلو اوبشن، اخلي التوهج ده حجمه كبير زي كده، الصوره منوره خالص من بره، او اقول له التوهج ده يبقى صغير زي كده، اخليه شفاف، او باللون تقيل زي كده. او انت برضه ايه تقدر تختار انت عايزه، انا كل واحد بيختار اللي هو عايزه. ماشي حضرات؟ ممكن اقول له اخليها اعمل لها سوفت ايدج، حواف ناعمه. حواف ناعمه يعني الصوره مش ظاهره، يعني لو انا شلت التوهج ده كده، شلت التوهج بلو نو بلو، هتلاقي الصوره ايه معلمها مش واضحه بالظبط. انا اقدر برضو في الحواف دي اخليها ايه حواف ناعمه خالص، او حواف ايه قوي. هنا اللي عايزها عايز تخليها غائره او محفوره او بارزه الى اخره. تعرف عايز تعملها التفاف ثلاث ابعادنا كده، مقلوبه مايله بالشكل ده كده، واحده من حسب ما هو عايز. او بتقول له رجع صور زي ما كانت، كده احنا رجعنا الصوره زي ما كانت. اللي بعديها بقى لو انت عايز تتحكم في موضوع الصوره، ودي حته مهمه جدا جدا، ودي تيجي في الامتحان، تقدر تتحكم في الصوره في اي مكان انت عايزه. عموما عندك 9 اماكن تلقائيه للصوره متظبطه بشكل ايه اوتوماتيك، او انك بتضيف حاجه من دماغك سريعا كده. ادي عندي الصوره، انا بس هبص من الحته الاول الوزن من بره الابيض ده اللي حواليها، نبص حاجه صغيره كده. هذه الصورة اللي عندي، وادي عندي الملف بتاعي. انا هصغر الملف شويه، اشيل الصوره دي مش عايزها خلاص. عشان كده طبعا شايفين الصفحه كلها. اقول له الصوره خليها لي على اقصى اليمين من فوق، هذا على اقصى اليمين من فوق، او خليها في اليمين في المنتصف، او على الشمال، او في السنتر بتاع الصفحه، نص الصفحه كده زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، او في النص بس على اليمين، او في النص على الشمال، او من تحت على الشمال، من تحت في المنتصف، من تحت على اليمين. او انا بقى اقدر ايه اخدها في اي مكان، ارمي الصوره في اي مكان هتثبت معايا. يبقى عندي 9 اماكن ممكن هنا برضو اعملهم كده من البوزيشن. دول 9 اماكن، او انت تقدر ايه بقى تقدر تشد الصوره في المكان اللي انت عايزها. طيب بالنسبه بقى لمحاذاه النص مع الكلام، محاذاه النص مع الكلام. لما انا بمسك الصوره دي الملاحظ طبعا كل ما برمي صوره في مكان الكلام بيتوزع حواليه. اشمعنى الكلام ده كله؟ افترض ان انا عايز اخلي الصوره دي تبقى في مكان وحواليها ما فيش كتابه، يعني تعامل معامله النص سهله وبسيطه. اجي هنا كده اقول له تبقى عند ايه؟